عرفت انه تلجت بلبنان، بس في انا بعد ما طلعت على التلفزيون قلت تلجت بلبنان. على كل حال ان شاء الله تكون بركه للجميع، وما بقى حدا يتذمر انه ما عندنا مي. ما تعتلوا هم، بتخيل الصيفيه رح يكون فيها مي اذا حولوا لنا اياها من خلال البوتيك. كمان ما تعتلوا هم شيء، لانه كل الاغراض يلي بتاخذوها من برنامجنا بتوصل لعندكم من دون اي تكاليف اضافيه، بلا ما تتعذبوا لمحل، طالما الجوده موجوده والاسعار الرائعه كمان موجوده ببرنامجنا. بيبقى انكم تتواصلوا معنا على 79 100 225 789 و 0974 0889. نستفاد من الدفايه، كان شيء كثير منيح له، ويلي بعد عطلان هم في حال رجعت اجت عاصفه ثانيه يستفيد، لانه موجود الدفايه من خلال ماستر شيف، وهي مزدوجه الشغل، بتشتغل من خلال ريزيستانس ومن خلال الغاز. ولحديت هلا قديش صار فيها مبيعات، ولا حدا اشتكى من اداء هيدا الدفايه، فبنصحكم فيها طالما في عندها صمامين للامان، واحد في حال وطي مستوى الاكسجين بالغرفه اللي موجودين فيها بتطفي لحالها ان كنتم شغلينها غاز او حتى كهرباء، وفي حال صار في تسرب للغاز كمان بتطفي لحالها، ومن هون بتكون عندكم وسيله تدفئه مزدوجه وامنه انكم تكونوا حاطينها بغرفه، بمحل، بدكان، بشركه، لانه شكلها كمان حلو، ما بياخذ كثير محل، ومصروفها رائع جدا. فيكم تتحكموا بعينات الغاز، وفيكم تتحكموا ايضا بالريزيستانس. فاذا خذوها من خلال البوتيك، وكفالتها سنتين من ماستر شيف، لدرجه يعني اوقات مثلا صار لها شيء دغري بتبدلوها، هالقد ماستر شيف سهل انكم تتعاملوا معه. طبعا عبر لابوتيك كل الزباين عم بتكون راضيه عن كل برودكتس يلي بتاخذها، ما تقتلوا هم حيلا برودكت صار له شيء انتزع وعنده كفاله، اتصلوا فينا ونحن بنأملكم غيره من دون اي تكاليف اضافيه. اذا الدفايه ما زالت موجوده من خلال بوتيك، ما لكم غير تتصلوا على 79 100 225 789. رح نتابع مع مطبخ لابوتيك ونحكي بالتفاصيل عن الفرن يلي ايضا هو من ماستر شيف، فرن بسعة 45 لتر، اذا فرن كبير مزود كمان بواجهة كبيرة، وهيدا الشيء كمان بخلينا دايما نطلع على الاكل يلي موجود بالداخل، شو ما كان عم بعمل خبز او شوي او تحضير كبة معكروني وغيرها. مثل ما عم بتلاحظوا فيه صينية وفيه شبك، هيدا الشبك منيح لتبقوا تحطوا السمك وينشوي بلا ما ينجوا الريزيستانس. فيكم تتحكموا بعلو هالصواني، بياخد 4 صواني بشكل مستطيل، فهو كبير يعني هيدي الفكره. اكثر من هيك فيه ريزيستانس فوق ريزيستانس تحت، فيكم تشغلوهم سوا وفيكم تطفوا وحده وتشغلوا الثانيه، يعني فينا نحط ريزيستانس من فوق نحمر بس، او الدجاج مثلا بالصينيه بينحط له بس ريزيستانس من فوق لينشوي مزبوط، وفيكم تشغلوهم اثنين. كمان فيها اوبشن كثير حلوه وهي كونفكشن او الهواء السخن يلي بيطلع من جوات هيدا الفرن، وهيدا بيأمن لي استوى وتحضير اسرع للمأكولات يلي عم تنخبز بالداخل. إضافة لهيدا الشيء شوية للدجاج موجودة حتى تحطوا تفروج على السيخ ويبرم لحاله، وهيدي كمان أوبسيون منا موجودة إلا بالماستر شيف. بيكفي لكم أنه كل الأزرار واضحة للاستخدام، كل الأرقام واضحة وفينا نستخدمه بسهولة، موجود مع تنفيسات على الجوانب، وبالتالي فيكم تحطوا أنكسري إذا حبيتوا. كفالته سنتين من خلال ماستر شيف، وهو فرن أسرع من أي فرن موجود، لأنه عنده ازدواجية بتسخين وتحضير المأكولات مثل ما سبق وذكرت. برجع بقلكم اطلبوه قبل موسم المعمول والكعك، لانه فعلا سريع وبشهل بتحضير الاكل وبيعطيكم خبز ناجح 100%. موجود اذا من خلال بوتيك ب $108، دائما عبر 79 100 225 789. اطلبوه ونحن بنوصلكم اكيد من دون اي تكاليف اضافيه ومع كفالته يلي هي سنتين. رح نتابع مع نوتريشنال سكيل لكل الناس يلي خايفه تنصح بالصوم، صار فيكم حيلا طبخه بدكم تاكلوها، حيلا الصرف من المأكولات اللي بدكم تاكلوه، تزينوا تعرفوا اذا بنصح او لا، تعرفوا اذا قيمته الغذائيه بتشبعكم وبتقيت على قلبكم ايه او لا، وبالتالي فيكم تستخدموا كاستخدام شخصي داخل البيت او كاختصاصيين للتغذيه كمان بالكلينكس. في كثير بيعتمدوا هالميزان هيدا. بالبدايه مثل ما ملاحظين هو ميزان لوزن الاكل قبل تحضيره، يعني حيلا وصفه فينا نزينها من الملح، من رشه البهار، من اي شيء خفيف رح يقدر يعطيني وزنهم. اضافه لهالشيء عندكم اكيد الجاط يلي بداخله رح تحطوا الاكل لتوزنوه،
عندنا ساعة والتايمر، وهون عندكم جرور لتفصيل المأكولات. إذا كل نوع من الأكل يلي رح تزينه رح يتعرف عليه الميزان من خلال كود موجود مع كتيب خاص بهيدا الميزان. إذا الكودات كلها موجودة لكافة أنواع المأكولات، من حبوب، من بهار، من سوائل، من أكل جاهز، من طبخات جاهزة، من ساندوتشز بتشتروهم من السوبر ماركت أو من المطعم، كلهم لهم كود. متى دخلتوا الكود بتوزنوا، بتدخلوا الكود وبتبلشوا تشوفوا قديش في سعرات حرارية، ملح، بروتين، دهون، نشويات، كوليسترول وألياف، وهيدي شغلة كتير سهلة انكم تتحكموا فيها. رح اشوف حتى الكوسية، نحن نعرف اذا الكوسة بنصح او لا. فاذا بتحطوا الميزان، بس بتحطوا الويت، مفترض يكتب لكم هلو، انا بس خايفة حركه ليغير، كتب اوكي خلينا زين وبعدين بعلي اوكي. هيدي الكوسية وزنها 112 جرام، كودا اخذنا من الكتاب 939. ومنبلش قد ايه فيها سعرات حراريه؟ فيها هالقد 22.6، ملح 2 جرام مثلا، بروتين 0.99، فات 0، نشويات 4.99، هيدي منها منقوره يعني، كوليسترول ما فيها، فايبرز فيها والله منيحة. فهيك صار فيكم توزنوا الكوسة، تعرفوا شو في بقلبه فوائد، ترجعوا توزنوا الرز، لحم، البندورة، الصلصة، وتعرفوا طبخة مثلا المحشي كوسة شو فيها من قيمة غذائية لألكم. سهل استخدامه، مفيد بالبيت، صغير، بينضب، بيتعلق، فهون كل الأوبشنز موجودة لألكم. ما تنسوا الكتيب يلي فيه 999 نوع من المأكولات من مختلف الأصناف، وفي كتيب خاص للبنان ولدول العربية للمأكولات يلي أكتر نحن نستهلكها. إذا 66 دولار وبيصل لعندكم من دون أي تكاليف إضافية. تصلوا فينا على 79-100-225-678-09-0974-0889. رح نتابع مع الجريل يلي هي من أريتي جريل، سهلة الاستخدام، ضرورية بكل بيت ما عنده جريل، أو حتى يلي عنده جريل هيك مبلطحة وبس رح يستفيد من هيدا الجريل، لأنه فعلا إلى مواصفات تانية. خلينا نباشر. أول شي عندها غطا معمول من الإزاز المقوى، فينا نسكر هيدا الغطا، فينا نرفعه، وبتعرف اوقات يبقى الجريل الى غطا مفصول ما بقى بتعرفوا وين بتكونوا تحطوه، هون بتضل معلقه وبتحمي بنفس الوقت الحيط من الترتش، واكثر من هيك ما تشلتوها كمان صار فيكم من الجهتين اذا قاعدين عم نحضر اكل مثلا جبنه مشويه وبيض وهيك، في كل واحد من جهته يكون عم يعمل هيدا الشيء. فاذا الغطا سهل انه ينضب وينشال وينحط، ترموستات بيامن لي الحراره، وهيدي الحرارة متى تفايتوها بيبقى تقريبا البلاتو سخن 40 دقيقة، يعني كمان فينا نكون عم نحضر أكل بشكل مسبق وتعطيني نتيجة. بلاتو مقسوم، عنا أول جهة مفرغ مثل الجريل، وتاني جهة لنقدر نحط عليه الأشياء اللي بدنا نتركها بزومة، يعني البيض هون بنفقسه، الستيك فينا نعمله هون، كل شي صلصة بدنا ننزلها وبدنا نحصل على الريور تبع الجريل فينا نحطها هون. كمان عندكم صينية تحت مثل ما عم بتشوفوها، وبالتالي كل شيء بينزل من دهون بتكون نازلة على الصينية ما بتجري، بيبقى الكونتور يلي معمول من البلاستيك المقوى كمان ما بيأذي هالطاولة، يعني فيكم تحطوا دغري على الطاولة وحتى إذا على الشرشف النايلون. رح نحميها لحتى أنا شقف البطاطا وتشوفوا قديش سريعة، فيكم ما تحطوا زيت بالمرة، فيكم تستعملوها لتستعملوها للفاهيتا وحتى للترويع، فينا نكون عم نعمل بانكيك والكراب هونيك ونكون عم نحضر مثلا شيء تاني هون، فينا نعمل عليها المشاوي يلي بنحطها على السيخ. رح اتركها شوي تحمى لنحط البيض، وفرجيكم كمان قديش سهل انكم تصيروا تعملوا البيض بلا زيت او الاومليت دغري على هيدي الجريل وتاخذوا نتيجه جدا سريعه. بالحلقات السابقه حرقنا السكر وما لزق على نفس الجريل بعد نظيفه، ما صار لها شيء، حتى اذا حطيتوا جبنه ودابت تركوها تحترق ولا حالها بتقبع بورقه كليناكس، فيكم تنظفوها بسهوله. رح اتركها بعد شوي تحمى، مكفولة من أريتي. برجع بذكر أريتي ماركة
تليانية بتكفل كل البرودكتس من أريادتي لكل الناس اللي سبق وشارت أريادتي بتعرف قديش الكواليتي عالية، وفيكم تختاروها من خلال بوتيك اليوم ب 110 دولار دايما عبر الأرقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشة 79-100-225-6789. ما بعرف زمان الأوفرات خلص خلاص ولا بعد في أوفرز؟ يعني مثلا الجريل ما في ما في ما في اوكي اطلبوهم قبل ما يغلوا. شوفوا كيف عن جد بيغلوا وقت ينزلوا على السوق. شوفوا كيف دغري عبقت البخار هون، وبالتالي هلا ببلشوا يستووا البطاطا. بدي كان فكري حط البيض لفرجيكم ونرجع دغري، يعني اسرع من ما تنزل البيض لتحت. اوكي هلا بتنشف لحالها. كل شيء نزل نزل على الصينية، ما تعتلوا هام، انا استبقت عليها شوي، رح غطيها، رح نشوف فيديو بعرفنا عن باكج للمطبخ، وبنرجع بنشوف الجريل وبنشوف نتيجة البيض المقلي بلا زيت، فيديو وبنتابع. You can crack them this way, you can crack them that way, and we've all done this. But no matter how you crack them, you always end up picking out eggshells. Not anymore. Introducing Easy Cracker, the ingenious new product that lets you crack open eggs, separate eggs, even crack hard-boiled eggs quickly and easily without the mess. Watch, it's so easy. Simply insert an egg into the cradle and squeeze to instantly crack and release the egg from its shell. No more messy countertops. No more slimy stovetops. The Easy Cracker separates any size egg from its shell in one simple motion, so you can crack them neatly right in the pan. No fuss, no mess. Uh-oh, crunchy eggshells ruined those muffins. With the Easy Cracker, the shell is always left behind, so you never have to worry about dropped shells. Peeling hard-boiled eggs can take forever, but with one simple squeeze, peeling hard-boiled eggs has never been easier. Peeling potatoes can take forever. Oh no, not with a knife, that's dangerous. Now there's a better way. Introducing Tater Mitts, the innovative new kitchen gloves. Simply rub, and with a few quick strokes, look, just 8 seconds of actual time, and presto, a perfectly peeled potato. It's the hassle-free way to peel potato, after potato, after potato. You won't believe your eyes. But that's not all, because Tater Mitts works well on other vegetables too, like carrots. Or use Tater Mitts to peel fruits, like apples. Uh-oh, you've peeled away half that potato. What a waste. But Tater Mitts removes only the thinnest layer of skin. Hi, Anthony Sullivan here for the Sticky Buddy, the sticky roller that has the power of glue without the goo. Dog hair, cat hair, spouse hair, mouse hair, cookie crumbs, kitty litter, birdseed or lint, it doesn't matter. Then just rinse it, dry it, and it's sticky all over again. It's perfect for quick cleanups and easily removes pet hair, dust, and lint from upholstery and pillows. Use it on all types of fabrics, even silk and suede, and it doesn't leave a sticky residue. Sticky Buddy has little rubber fingers that reach deep into your carpet. Use short strokes to gather the hair, then just flip it, roll it, and watch the hair stick to it. Then when it's full and dirty, just rinse it, dry it, and it stays sticky. Clothes, couches, comforters or car seats keep your interior looking new, and say goodbye to crumbs on the car seat. Then just wash it, dry it, and it's super sticky and strong all over again, saving you money. ثلاثة برودكت كتير لذيذين استخداماتهم، وفعلا وقت بتشتروهم بتلاقوهم، يعني بصيروا عن جد ما تعطلوا هم بقى كيف تشيلوا الوبر، او اذا بقي ورقة كلينكس بجيبة الاولاد بتقوم الغسل السوداء بتصير بوينتية بتلوج يعني بقلب الغسالة بسهولة. بتفتحوا الستيكي بودي وبتمرقوها على التيب، بتشيلوهم هيك اذا كانت كنزة، وبترجعوا بتمرقوها بهيدا الشكل. كل شيء بيبقى هون بيتغسل، وبالتالي بتضل تلزق، منا شيء بتكونوا قشروا، يعني هي وقتها بتغسلوها بترجع بتصير صالحة للاستخدام. هيدا الشيء بينطبق كمان على الستيكي بودي يلي هي اصغر، مع الفراشة للأماكن يلي بتكون مثلا بفرش السيارة بقلب الفوتاي فيكن تشيلوها بواسطتها. كمان الإيزي كراكر يلي هي لتكسير البيض مثل ما شفتوا بالفيديو، في إلها أوبشن هون فينا نلغيه وفينا نحطه في حال بدنا نفصل البياض عن الصفار، فينا نستعملها بسهولة. والكفوف يلي سهلت كتير كنت عم أقشر لبطاطا للتيتا كانت عملت بالقلب إنه قديه بتشيلي قشر، لانه ما كثير بالكبار ما بيقبضوا جد الكفوف، عن جد هالقد بتوفر ان كان بتقشير البطاطا او حتى الفيتامينز اللي ما موجود.
بقلب الخضرة. موجود الباكج كله من خلال لابوتيك ب 49 دولار، فاتصلوا فينا هلا على الارقام يلي بتقطع قدامكم على الشاشة واطلبوهم من دون اي تكاليف اضافية. رح تابع مع اغراض بتعوزوهم للسفرة وحتى لمطبخكم مجموعة كبيرة من دورتش من أواني الاستخدام الأكل والسكب وغيرها، مؤلفين من 72 قطعة مقسمين بين دزينة ملاعق كبار صغار، شوك كبار شوك الدسير، السكيكين يلي بيقصوا حتى الستيك، وكل الأواني يلي هن للسكب موجودة بديزاين كتير كلاسيك وكتير حلو، بسماكة من ستينلس ستيل كتير منيحة، يعني منن شي بطق وبينتزع. إضافة لهالشي ما ببرقحوا، فيكن تحطوهم بالجلاية، فيكن تجلوهن عادي، تنشف المي عنن بشكل جدا سهل. مجموعة كتير كبيرة وكاملة من هالأواني موجودين بسعر رائع من خلال بوتيك 79-22-5678-9. بتتصلوا فينا ومنوصلكن ياهن على البيت. تعالوا شوفوا البيض كيف احترق. أنا بدك هونيك سوسة البيضة، وهيدا تأكيدا على اللي أنا كنت عم بحكي. يلا هول البطاطا بعد بده النتفة، عن كل حال عم يطلعوا كتير طيبين البطاطا. هيدا البيض شوفوا حتى لو لزق مثل ما ملاحظين لأنه تركناها وقطعنا. أوكي هلأ رح فرجيكم كيف هيدا صارت للكب. أكيد رح فرجيكم كيف بورقة كلينكس رح تقدر تطلع، وهيدا ببين لي قديش أهمية التفلون يلي موجودة على هيدا الجريل. فإذا شو ما بصير عندكم هيك بتمحوها تمحاية ولا، فهيك بتشلون وهيك بتقدروا تنطفوا الجريل تبعكم أول ما تحمى بترجعوا بتشلون بهيدا الشكل. برجع بذكركم موجودة دب ضفري موجودة من خلال بوتيك بسعر رائع وطبعا مكفول من قبل أريتي. خلينا ننتقل لتناجر أكسل يلي هن تناجر ألمانية الصنع، تناجر ضغط، تناجر سهل إنكم تستخدمون لأنه غطاهن منه كتير مفزلك، الغطا تبعهن كتير سمبل وكتير سهل إنكم تفتحوا وتسكروا هالغطا وتأمنوا إنه هالطنجرة مضبوطة الأحكام ومغلقة لأنها طنجرة ضغط وبتتحمل قوة ضغط تقريبا للواحد فاصل خمسة بار، فمن هون كمان عم نحكي عن طنجرة آمنة. بكبسة بتفتح وبكبسة بتسكر، هيدا الشيء بيطلبوه كمان السيدات انه ما تكون كتير بدها تكنيك صعبة. رح ارفع الغطاء، بتشوفوا جوا في عندكم تنفيستين او صمامين للامان، واحد شي حال سكر من قشرة حمص من قشرة فاصوليا اي شيء، التاني بضل يشتغل، فمن هون عم نحكي عن غطاء بيضغط، غطاء امن، الجلد تبعه كمان فيكن تشلوها تنطفوها وترجعوا تحطوها منا ملزقه، ومن هون بنحكي عن هاف ديوتي وعن طنجره ضيان بشكل كتير كبير. عندكم مستوى الضغط فيكن تتحكموا فيه ثلاث مستويات مش بس اثنين، يعني خضره حبوب ولحمه ودجاج كمان فيكن تعايروا، اضافه للتنفيسه في حال بدكم توقفوا انتو الاستواء بقلب هالطنجره. اضافه للغطاء عندكم سماكه الكعب يلي هي مهمه ويلي مزوده كمان بطبقات من الالومنيوم، هيدا الشيء بخلي طنجره الضغط اصلا ما بتحطوا كتير فيها مي انها تاخذ حراره بشكل جدا سريع، وبالتالي مثل ما بتطبخوا بطناجره الضغط هيدي بتطفو تحت النار قبل بوقت كتير من الطناجر التانيين لانه فعلا عم بتكون سهله وسريعه بانها تضبط الحراره. شكلها العالي فيكم تحطوا قرانيس الذرة، يعني اوقات في طناجر ما فيكم تستحكموا بشغلها، فيكم تصفوهم صف، فيكم تحطوا الارض شوكه وتسلقوهم على البخار، بتضلكم محافظين على الطعمه وعلى الغذاء يلي موجودين بقلبهم. اضافه لهيدا الشيء كل الحبوب يلي بدنا نفرزهم صار فينا نحضرهم بطنجره الضغط بوقت كتير سريع، وبالتالي تقدروا تحضروا اكلاتكم مسبقا، او حتى حيلا ست بيت وصلت على البيت وبدها تحضر شوربه بدها تعمل مجدره فيها صارت تعملها بعشرين دقيقه وتحافظ على الاكل ولا فتفوت تقشري بتضلها سميكه كله بيدوب لانه فعلا عم بتكون سريعه. موجوده بقياسين، القياس الخمسه ليت الغطاء تبعه مختلف اللون وطبعا المسكيت نفس المواصفات وصنع المانيا، والاكبر يلي هي 9 لتر ب 150 دولار كمان مكفوله وطبعا ماركه اكسل
الألمانية. رح نتابع مع المقالي يلي هن فيوجن بمطبخنا، معمولين من السيراميك، مصبوبين صب ومطليين بمادة مانعة للالتصاق، شو ما حطيتوا بقلبها حتى إذا احترقت الجبنة داخل هالمقلة بتتنظف بسهولة. مصبوبة صب، إذا الحرارة عم بتكون متساوية من كل الجهات. هالنوعية اللي هي بالداخل ملمسها كأنه زيت وإنما ما فيها زيت، بتسمح للأكل إنه ما يلتصق. حتى إذا حطيتوا زيت وعم تقلوا بيض، الزيت بيبقى بمحل والبيض بيبقى بمحل، سو كمان هالقد بتعرفوا انه ما بتحرق الزيوت. اللون اللي شايفينه بالداخل الميل على البلونسال بيتحول لابيض، وهيك بنعرف انه هيدي المقلي صارت سخنه وصارت جاهزه انه نحط بقلبها الماكولات. موجودين بقياسين مختلفين، ما بينجرحوا، مش مثل التفلون اللي وقتها بينجرح بالمقلة بنكون دافعين حقها $50 مثلا الوحدة من كبة بالزبالة، هون الاثنين $50 والاثنين نفس النوعية والاثنين موجودين بباكج واحد من خلال لابوتيك عبر 79-100-225-678-9. مجموعة من التناظر الكبيرة يلي موجودة من خلال بوتيك، حتى كتير من السيدات يلي معودين انه يطبخوا بستينلس كمان عم بفوتوا هيدي النوعية عبيوتهم، لانه بتختلف الطعمات وقتا نكون عم نستعمل طنجرة مطلية ومصبوبة صب من السيراميك، بتختلف طريقة الطبخ، بتصير اصح، بتصير اسهل، بتصير طعمتها غير، يعني ما بعرف ليه بس عن جد طعمتهم بتصير غير. في ناس اشياء بتحب تطبخها بالستينلس، وفي اشياء تانية عم بفضلوا يطبخوها بواسطة هالتناجر يلي برجع بقول مصبوبين صب من السيراميك، بالداخل فيهم مادة صديقة للبيئة وما بتخلي الاكل يلتزق. هالكونتور كله يلي معمول من نفس السماكة بيسمح للاكل انه يخلص بوقت سريع، ويكون الاكل من جوا ومن برا خاصة الرز من نفس الحرارة مطبوخ، سو ما بتكون انتو تقلبوا الاكل. الأغطية اللي موجودين معمولين بشكل بومبي حتى البخار وقتا يبرم يرجع يعطيني استوى كمان إضافة، ما بيعوزوا كتير مي للطبخ، ما بتعوزوا ترفعوا الغطاء لأنه فيها تنفيس صغيرة بتأمن تسرب للبخار اللي أنتو مش عايزينه داخل الطنجرة. طناجر بقياسات الكبيرة، وهيدا أكبر طنجرة يلي هي ديامتر تبعها أو قطرة 32 سنتيمتر، فهون عم نحكي عن طنجرة جدا كبيرة. طناجر اثنين أصغر، سوسيال ومقليتين، وهيدا المقلية الكبيرة فيكم تحضروا فيها الروسو، فيكم تعملوا فيها كفتة عبطاطة لأنه ليكوا قديش سمكتها، ونفس هيدا المقلية نفس الغطاء تبع الطنجرة الوسطانية فينا نغطي فيها وتعملوا الكفتة أو الشاورما بقلبها، وهون صار فيكم كمان المقلة الأصغر كمان تغطوها بغطى الطنجرة الأصغر. خمس أواني للسكب موجودين ككادو مع هيدي المجموعة كلها، وكلهم بتلاقوهم المجموعة كلها سعرها بس $199 كمان على 79-100-225-678-9. رح ننتقل ونستضيف معنا مسيو داغري يلي صار موجود حتى يخبرنا أكثر عن فلتر كلينسفي. أهلا وسهلا فيك مسيو داغري، كيفك؟ ماشي الحال؟ وصلت هيئة البضاعة الصغير اوكي. فهلا اللي حابب شهر انه اوكي، لانه عم تخلص الكميات بسرعه نظرا للتوعية اللي عم تقوم فيها حضرتك واهمية المي. هذا الموديل الصغير مرغوب اكثر من ستات البيوت، اول شيء لانه ما ببلبشهم على المجلة، يعني ما بياخذ محل على المجلة، بيركب دغري على الحنفية وبشكل هيك مهضوم وبيقدروا يستفيدوا منه. ما بياخذ كمان يعني حتى اذا واحدة عاملة مطبخ كتير دافعين مصاري للديكار منه بشع، صح؟ 100% 100%. هلا كتكنيك كتكنيك كلهم مثل بعضهم، الكبير الصغير. هلا بعد عدة دراسات عملتها شركة متسوبيشي كونوا خرطوشة، هالخرطوشة بتقطع المي عبر ثلاث مراحل. اول مرحلة هو الفحم، الفحم بشيل كل شيء طعم ريحة لون أوكي. موجود بثلاث ارباع الفلاتر الموجودة بالسوق. هلا بيتميز المتسوبيشي، بيتميز الفحم تبعه انه تريتد مع سيراميك. يعني ليه تريتد مع سيراميك؟ صار بيقدر يفكك كل شيء كيميكال كومباوند منها الكلور، الباستاسايد، تريهولوميدان مادة كونسيريجين تفرزها الأساطر، بيرجع بيقطع عبر الهولو فايبر ممبرين. هدول المواد اصلا شركه المي ما بتعالجون ولا شو بتعرفي؟ مثلا الكلور بحطوا كلور بالمي تينطفوها اوكي، سو كيفيه توصل لعنا المي فيها ريحه كلور وفيها كلور اوكي. بواسطه هالفلتر المتسوبيشي اللي هي اول مرحله منه صار بيقدر يفكك لك حتى الكلور، لانه الكلور اصلا مؤذي، يعني ما فيك تشرب كلور على فترات طويله، بيرقدوا بالجسم، بيعملوا كونسير الون تيرم، بيعملوا 100 قصه يعني بال بينما بهالطريقة هيدي صار فينا نقدر نفككهم ونشيلهم ما بعودوا موجودين. ثالث مرحلة هي براءة اختراع لشركة متسوبيشي، هي الهولو فايبر ممبرين. الهولو فايبر ممبرين كناية عن شعيرات كتير رفيعة، ما بعرف اذا مبينة
هالشعيرات هيدي بتقطع المي عبر المسام تبعهم. المسام تبعهم 0.01 ميكرون ل 0.1 ميكرون، يعني بتوقف لك كل انواع البكتيريا، كل انواع الجيرمز. ليش؟ لانه قياسها اصغر من اصغر بكتيريا ممكن تكون موجوده بالماء. هيدي براءه اختراع لشركه متسوبيشي، مشان هيك ما بنلاقيها بغير. يعني هيدي الشقف الاهم ويلي هي اكثر شيء حصريه، يعني مزبوط. هي مزبوط. هن بتقشعيهم هيك مثل دي تيوب تريفين، بتقطع الماء عبر المسام تبعهم تمام. هي اللي بتوقف لك البكتيريا. أوكي. حتى لو عايشه ولو ميته، شغله كثير مهمه نوقف البكتيريا الميته، لانه البكتيريا الميته الجسم ما بيشوفها، ما بيتعرف عليها تيقاومها. وفي ناس بتاثروا قبل ناس، في ناس بيعملوا التهابات بالمصارين بالبول باي شيء بقى من المي. يعني اذا بتفوت تعمل ريسيرش هيدي البكتيريا كيف واحد لقطها، بيقول لك من المي. هو يعني اذا بدك تحكي سلامه الغذاء، هي اكثريتها يعني على المي. وبطبخنا كثير بنستعمل مي، يعني احنا اوقات شيء بخصصوا جالونات رخيصه ليوتيوب فيها. مزبوط. وفي فكرة رايجة انه نحن اذا غلينا المي خلص بيصير منيحة. غلط. في بكتيريا بتتحول لسموم، في بكتيريا بتقاوم بتعمل ريزيستانس، يعني بتقاوم الحرارة لو عالية ولو واطية. يعني حتى التلج بنقول نحن بنحطها بالبراد بتشيل بكتيريا، لا، في بكتيريا كمان بتقاوم الحرارة. فاليوم من خلال هالفلتر بتوفروا مي وبتأمنوا صحة وبتأمنوا مي معدنية صالحة للشرب. رح نسجل اكسبيرمنت على الهواء. نحن عم نعمل مثل اكسبيرمنت هون. المي هي ذاتها عم نحطها ونسحبها، نحطها ونسحبها، عم نضخمها شوي بشكل انه المشاهدين يقدروا ياخذوا فكره يشوفوها. حتى لو كان جاي هيك المي، صار فينا نحن نحولها مي صالحه. اوكي. بيركب دغري على الحنفيه، فينا نستعمل مي عادي، فينا نستعملها مرشه هيك. بهالطريقه ما بنكون عم نستهلك الخرطوشه. يعني اذا كنا عم نستعمل حنفيه الخزان لانه مي الشرب مش عم توصل لعنا، بهالطريقه هيدي فينا نكفي شغلنا عادي. ولما بدنا نحول على الفلتر بكفي، بنصير فينا نشرب من هيدي المي، نطبخ بهيدي المي، نغسل الخضره، لانه اول شيء ما عم نصرف. يعني ما في حدا بحط جالون مي دافع حقه 8000 ليره او 7000 ليره ليغسل خس، مش هيك بنغسلهم بالمي اللي جاي من الدوله. هيك صار فينا نستعملها لغسيل الخضرة، غسيل الفواكه، وحتى إذا كنا عم نستعمل أقراص معقمة. ما عم نرجع نشطف بمية الخزان أو مية مثل ما كأنه ما عملنا شيء. بهي الطريقة لا، صار فينا نستعمل الفلتر حتى لغسيل الخضرة، غسيل الفواكه. تركيبه سهل. بعد 6-7 أشهر وقتها تخلص مفعول الخرطوشة، بس بتفكوا الخرطوشة يلي هي وبتشتروا غيرها، وكمان سعرها كثير قليل، 88 دولار. مزبوط. يعني عم نوفر انه 88 دولار بشهر 4 اشهر. اذا بتشتري 900 لتر كيف ما كان، كيف ما كان بتحطي لك شيء مينيموم، بتبلش بال 400 دولار تتوصلي لل 600 دولار اذا بدنا نشتريهم مي. هي بغض النظر اذا نحن عم نحكي انه مي نظيفه وكل هالقصص هول. فما لكم غير تلحقوا حالكم بشرائكم هالفلتر، لانه ما بعرف اذا بترجع بتجي شحنه غيرها من اليابان. نحن بنكون عاملين دراسه مثلا على كميه معينه، عم نتفاجئ انه عم تنطلب اكثر. نحن اوكي، لحقوا حالكم. انا بدي اشكرك مسيو دادر. رح ناخذ لحظات اعلانيه وبنرجع من تبعت الحلقه. بعدكم عم بتابعوا الحلقه المباشره على هالهوا من لابوتيك. وصلنا للعسل يلي هو قيمه الغذائيه يلي كتير مفيده للجسم، ب 64 وحده حراريه بس للملعقه. فوائد العسل طبعا عديدة والكل بيعرفها، بس الخوف بيبقى مصدر العسل من وين؟ عسل مغشوش. مشان هيك في كتير ناس بتخاف، ويفضل انه ما تشتري هيك عن الرف العسل يلي وقت بتفتح المرضبين بصير سكر. اليوم العسل يلي موجود من خلال لابوتيك الرويال يلي هو انتاج الشركة الوطنية اللبنانية للزراعة، مخصصة وحائزة على كل شهادات الوزارة الصحة والزراعة والاقتصاد لتأمن هالثلاث مرطبين من اجود انواع العسل بثلاث طعمات مختلفة لثلاث قطف للعسل بمواسم مختلفة، الصيف التشريري والسندياني، حتى تتذوقوا ثلاث انواع من العسل طيبين كتير، ان كان عم ناخذهم الصبح على الريق، ان كنا عم نفطر بعد ال 12 بملعقة عسل تتعطي كل فوائدها الغذائية، وإذا كان كمان بس عم نستعملها كأنتي أكسيدان للزلعيم ولا تنظيف في الجسم. بيبقى أخبركم أنه مصادر كل واحد من العسل، عسل السندين يعني بينقطف بينقلوا الأفير من مكان لمكان من غابات سندين لبنان، وبينقطف بشهر حزيران وتموز، طعمته كتير طيبة.
العسل الصيفي كمان بينقل كمان من اكثر من محل لياخذ رحيقه من الازهار ومن الاشواك البريه، فهون بتحسوا الجو شوي هيك حد اكثر. والعسل التشريني يلي كمان بينقطف بفصل الخريف وعم بيكون من الكينه من الطيون ومن الاكدره. فعندكم ثلاث انواع للعسل بثلاث مذاقات مختلفه، منه مغشوش منه زايد له شيء، عم ندوقه على الهواء يعني في مرطبين خلصي. ملعقة عسل الصبح بتفيد قبل ما تفطر وكمان بتفيد للولاد بتفيد. فينا نتحول للعسل الطبيعي مثلا نشكل بين المربى وبين العسل، عم بيكونوا موجودين بباكج حلو في حال كمان بتكون تهدوا حدا، الباكج موجود رائع وكلهم الثلاثة ب $100، علما انه كل واحد منهم بيوزن 900 جرام، يعني تقريبا عم تاخذوا ثلاثة كيلو. انت لحدوقك لك شو بدك اليوم تاخذ؟ صرت دخيلة عرفت كيف؟ لا اوكي رح نعطي اليو. فاذا عن كل حال هيك بتشوفوا كمان لانه في ناس هي ما لها علاقه قالوا لي اخصائيه العسل انه اذا بتنقطش بسرعه ولا لا، بس هيدا لونه ما بمغط، يعني باكد لكم انه ما عم بمغط. شوفوا كيف وقتها تخلص نسكب لكم اياها هيك، وكل واحد في الصبح عن جد ياخذ ملعقه، لاليو بياخذ كاسه، انتو خدوا ملعقة. اوكي فاذا موجودين من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكن على الشاشة، وبيصلى عندكن اكيد من دون اي تكاليف اضافية. رح ننتقل للمغرب ومنشوف سوا ريبورتاج بيعرفنا اكتر عن البلرقة يلي كمان فيكم تتواصلوا معنا حتى تحصلوا عليه. فيديو ومنتابع. زيت ذهبي نادر بمنشئه، طبيعي وثمين بفعاليته، يحدث ثورة في عالم التجميل لتودع معه كل سيدة الحقا والجراحة. هو الذهب السائل، هو زيت الأرغون، زيت مستخرج من ثمرة شجرة الأرغون النادرة المعروفة بشجرة الحياة والتي تنمو في جنوب المغرب. هو اليوم البديل الطبيعي عن كل المواد الكيميائية التي قد تترك أثارا جانبية. هذا بالتأكيد ليس مجرد إعلان وإنما واقع مثبت علمياً، فهو يعتبر الاكتشاف الأكبر في حقل الجمال. ودخل زيت أرغون في تصنيع العديد من المنتجات نظراً لفعاليته، لأن زيت أرغون يقاوم ترهل الجلد ويساهم في تأخير ظهور التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً، يغذي الشعر التالف ويعيد حيويته، يعالج المشاكل الجلدية منها حب الشباب التشققات والإكزيما ويقوي الأظافر. يكفي أن يكون زيت أرغون أحد أهم المستحضرات التي توجت إطلالات أهم مشاهير هوليوود كسلمى الحايك وكيم كارداشيان وبيونسي وأوبرا وغيرهن، وتربع اسمه في أبرز عناوين أهم الصحف العالمية كنيويورك تايمز ومجلة فوغ، ليتوج زيت أرغون اليوم نجما ذهبيا طبيعيا. البلارغان جدا فعال وسريع انكم تكتشفوا قديش مدى فعاليته. هل الزيت يلي بس موجود بالمغرب صار موجود بأنين البلارغان يلي كمان مدروس الأنينة انها ضل محافظة على نوعية وجودة هالزيت، لانه الازاز يلي معبى فيها الأنينة ما بتقدر تنتزع يعني مع الشمس، ما بتخرقها الشمس، اضافة لكل البروتينات والفاتي اسيد وكل الفيتامينز يلي بحاجة لنا بحاجة لها بشرتنا يلي مع العمر بتبلش تفقدها او بعد المشاكل البشرة بتبلش تخليها تنفقد، بتجي البلارغان لترجع تعزز هالمواد الطبيعية وتعطي فعالية لإخفاء التجاعيد لإزالة التجاعيد. الخطوط إن كانت رفيعة أو عريضة لشد البشرة بتعملكم ليفتنج بشكل يعني كتير حلو. هالبلارغان عن جد بتشد البشرة، وهيدا الشيء بينطبق على الإيدين، يعني نحن في حال نعمل بوتوكس حول عيوننا ما بتخيل رح نحط كمان بوتوكس على إيدينا لنشيل التجاعيد، بس اليوم وقت تكونوا عم بتحطوا نقطتين أو ثلاثة من البلارغان تفركوا إيديكم وترجعوا تمرغوا وجهكم ودير الكونتور تبع عيونكم، كمان الإيدين عم يستفيدوا. مشان هيك بقلكم ما تنسوا الرقبة، ما تنسوا الديكولتي، عن جد عم تعطي شد للبشرة بشكل رائع بشكل طبيعي
طبيعي بشكل بعيد عن كل المواد الكيماويه. بنصح فيه الرجال كمان ما بزيت، لانه قليل الرجال يحط كريم، وتخيلوا عم تعطي الرجال كونتور ديزيو وكريم دونيو، كريم بيطلقنا يعني. فنقطه بالارغان بتمرق سريعه، حتى الصبايا يلي ما عندهم وقت بقوموا بسرعه على الجامعه فيهم يحطوا من البلارغان، ولا يستفيدوا من كل الجهات، اذا في حب شباب او لا، اذا كانت بشره ناشفه او لا، كل الناس رح تستفيد من البلارغان. بيبقى لكم اختبروا وشوفوا مدى فعاليته واعطونا الفيدباك تبعكم. موجود من خلال لابوتيك بسعر جدا رائع $55، دائما عبر 979-22578 و9094-0 8 8 9. رح ننتقل للتخت لكل الناس اللي عم يحضرونا وبعدهم بالتخت، شلت تكونوا مدفئين بالقمك يلي وظيفته الأساسية تدفئة الفرشة بحد ذاتها قبل ما تفوتوا تناموا، وبالتالي القمك بينحط دغري على الفرشة على الاسفنج، وبالتالي بتصير الحرارة موجودة داخل التخت، يعني الحرارة بتصير هون اوكي، بتدفى الفرشة، بتكونوا حاطين انتو الحرام ونايمين دغري على هيدي الفرشة، مشان هيك رح تقدروا تناموا مرتاحين، بتقدروا تناموا حرارة فرشتكم وجسمكم منيحة، ما نكون مأززين، موجود بقياس شخص، يعني الواحد كل واحد بقرر قديش بدها تكون حرارة نومته، وبالتالي بنكون نايمين مرتاحين مدفيين، مش مغطيين بثلاث حرامات وتحتنا ثلاث حرامات ولفين الروب على اجرينا وكيس مية السخنة على بطننا. عن جد في ناس هيك بيناموا، وتخيلوا وقت تتشقلبوا بدكم تجيبوا معكم الفرشة والحرام والروب وكيس مية السخنة، فوقت تكونوا بس عندكم الأمك بتكونوا نايمين مرتاحين، فيكم تدوروا كل الليل على حرارة خفيفة، فيكم تحموا تختكم وتطفوا وقت تفوتوا تناموا. موجودين من خلال بوتيك بسعرين مختلفين، الواحد ب $40 الاثنين، إذا بتحبوا الشريك اللي حدكم كمان يكون مدفى فيكم كمان تاخذوا الاثنين وتكونوا بدوركم عم بتوفروا الاثنين، بصير سعرهم بس $60. رح نتابع ونشوف فيديو بعرفنا عن تايني اكسترافاغانس وعلى هالعبيات الرائعة يلي مش بس الأقمشة تبعها عم بتكون من أجود أنواع الأقمشة، إنما كمان القصات عم بتكون قصات مدروسة، قصات ذكية حتى تبرز جمال المرأة وتخفي لها العيوب في حال كان وجدت هالعيوب بجسمنا. منتابع الفيديو. العبايات اللي شفتوهم فيكم تطلبوهم بسعر رائع $60 بس لكل عباية شفتوها من تايني اكسترافاغانس، فهيدا سعر كمان روعة لكل السيدات انها تقدر تلبس هيك عباية ان كنا سهرانين بالبيت او حتى اذا ظاهرين عن اصحابنا مسهر، فبالتالي هيدا اوتفيت كتير حلو. للي عامل لايك للفيسبوك بيج من تايني اكسترافاغانس شايف كمان هالكوليات اللي فيما مشغولين شغل يدوي بشكل كتير حلو، اصلا الريش رجع صار له فترة دايرة وكله عم نحكي عن طريقة مشغولة يدوي، يعني اليوم لو ما بترتع على الميكرو أنا كنت أصلا رح ألبس هيدا الكولي. رح فرجيكم يا بورتي قديش حلوين،
ملبوسين على يعني كل لابسين الكوليه عن جد بيعبي وبيعطيني جمال مختلف للناس. فهون بالتالي حيالها صبية شو ما كانت لابسة شميز بيضة فستان شيء كتير سمبل فينا نكون لابسين هيدا الكوليه من تايني اكسترافاغانس اللي سعره بس 39 دولار. فعم نحكي عن كوليه كتير حلو معمول من اكتر من شيء، يعني حاطين المعدن مع الريش مع الحلقات الذهبية والذهب الأغمق كمان على يتماشى مع كل أنواع التياب يلي لبسينا مع الجلد والخيوط يلي مشغولة بشكل حرفي ويدوي. موجودين بثلاث ألوان، الأسود البني والأحمر. لك شو ما عندهم من أحمر مثلا كتير حلوين، فاحصلوا عليهم من خلال لبوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشة. بس اوفر بعد اليوم رح احكي لكم عنه وهن الكاجولز. اوفر الكاجولز يلي عن جد اتس ماست، خدوهم هلا اذا عم تطلعوا على الزعرور او حيالا محل تزلج عن جد بفيدوكم لانه ناعمين وما بتضيعوهم. اذا لبستوهم مثلا على راسكم فيكم توطوها وتبقى قبه، يعني بتكونوا لابسينها قبه وهي ذاتها بتصير بني وهي ذاتها بتصير كاجول مغطيت لي منخاري وبتتم وبتنشد وناعمين، يعني المايكروفايبر تبعهم كتير ناعمين. اليوم الوحدة ب 35 دولار بس فيكم تعملوا كولكشن للأربعة، يعني الزيت النيلي الأسود والأحمر الأربعة بصيروا ب 100 دولار عم بتوفروا، عم بطلع لكم الرابعة فور فري، عم بتوفروا كتير مصاري وقتها بتختارون. وما تنسوا من تانية اكسترافاغانس يعني من جودة كتير حلوة وكتير ناعمة من المايكروفايبرز، فموجودين من لابوتيك عبر اتصالاتكم فينا على الأرقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشة. راح نتابع مع الانزو ونحكي كمان عن هالماركة يلي وكالتها الحصرية لمصمم الشعر ومصفف الشعر والمزين المشهور كمال ريشا يلي كمان اكد انه هو بيكفل الانزو. هون ضروري لكم انه هول الاصلية، يعني دايما في تتعرفوا عليها على الانترنت، الابليكيشن موجودة كمان. هيدي الشغلة بتسهل على الناس لانه بتعرفوا دايما في تزوير وقت تكون ماركة ضاربة وكتير مهمة بصير فيها تزوير. اليوم من خلال لابوتيك سعر صغير للانزو الاصلي بمجموعتين، الارجن اويل هي مجموعة بتساعد الشعر انه يرجع يعيش، يرجع كل شيء فقده من غذاء لانه تعرض للشمس، لانه ما بعرف غذائنا منه منيح، دغري بيتأثر الشعر بصير يهر بنشف بنوبر، ما فينا بقى نخلصه منيح يعني نمشطه منيح. بنوجد هيدي الجام مع شامبوان وماسك وسيروم وشاين حتى يقدر يعطيكم مجموعة من البلارغان بتحمي الشعر بتخلي الشعر يرجع لمعيته حلوة نضارته حلوة يرجع تعشته. إذا كنتوا شعراتكم فريزي بتخصل هيدي الفريزي وبتصير تعجتها حلوة، إن كان الشامبوان إن كان الماسك وحتى السيروم قبل ما تعملوا براشينج حتى كمان يحتمي من قوة السشوار، والشاين حتى يعطيكم لمعة رائعة على شعركم، حتى ولا سبراي ممكن يعطيكم اياه، بتحطوا الشاين وبترجعوا بترشوا سبراي يمكن لتثبيت الشعر. مدروسة كمية الكبريت بالشامبوان اليوم وقت تكونوا عم تستعملوا حيالا شامبوان عن الرف، بيزيدوا له كتير كبريت حتى يرغي، ونحن يعني بدماغنا بنفتكر انه كل ما يرغي الشامبوان كل ما يكون بينظف اكتر، مش ضروري. خدوا هيدي الجام من انزو وشوفوا قديش رح تستفيدوا منها. للناس يلي عاملين تكنيك على شعرهم، يعني بيصبغوا شعرهم عاملين كولاجين عاملين كيراتين عاملين كريستال، عندهم شعر اهترى شعر ما عم يطول لان كل ما بيقصف بهر، فيكم تاخذوا هالاميزنج باكج يلي بتاملكم انه يطول شعركم 2 سنتيمتر ونص بالشهر مثل ما هو لازم اصلا يطول الشعر. شامبوان مع جينجر ريحته بتاخذ العقل، ماسك ما بيخلص كتير سميك فيه كل المواد يلي انتو بحاجة لها لتحموا شعركم لما بقى يروح اللون بسرعة، ما بقى يبرش لون الصبغة، الكيراتين يعيش اكتر كولاجين يعيش اكتر. عندكم الليف ان تريتمنت يلي هو كريم لتغسيل الشعر قد ما يكون معركج واستعملوه على الولاد ما بيضر، وطبعا السيروم يلي بينرش ليعطيكم غذاء كامل ومجموعة بتطول الشعر مثل ما قلت وبتحميها من
عند كل شيء اسمه تكنيك، موجودين بسعر كمان كتير حلو من خلال لابوتيك، فحصلوا عليهم وبيوصلوا من دون اي تكاليف اضافيه. رح نتابع مع الديكوترال يلي هو كريم اساسي للتخلص من التكلس، وتقول كريم اساسي وممكن يكون هو الوحيد يلي رح يخلصكم من التكلس، لانه بيشتغل على المشكله بحد ذاتها، يعني بيشتغل على الغضروف بحد ذاته يلي هو بيصير فيه تكلس. يعني التكلس ما بيصيب العظم، ما بيصيب العضل، بيصيب الغضروف، وما في شيء غير الديكونترال بيصيب هيدي المشكله، لان قادر يخرق مسام البشره، العضل، الكيس المفصل وصولا على الغضروف، ويعيشه، يعيش الخلايا يلي ما بقى تفرز كولاجين والاستين، مشان هيك بصير المفصل يتقطي، بصير العظام تقرب على بعضها. اذا مخزوق المفصل ضروري تلحم هالخلايا ببعضها بحاجه للديكونترال، في حال صار رقيق انتم بحاجه تحفزوا الخلايا الغضروفيه انها ترجع تشتغل وترجع تسمك الغضروف، فانتم بالتالي بحاجه للديكونترال. بعرف الناس هم انه يروح الالم، لانه اول مؤشر للتكلس هو الالم عند الحركه، مشان هيك الديكونترال من اول نهار بتستخدموه رح يبلش يخف الالم تدريجيا، علما انه ما فيه مخدر، بخف الالم تدريجيا لانه الغضروف بيتفاعل بشكل سريع مع الديكونترال، وبالتالي ببلش يسمك من اول نهار انتم تستخدموا فيه الديكونترال. فاليوم وقت الديكونترال عم تستخدموه على المفصل بيسمك، وباسبوع واحد رح يقدر يعطيكم نتيجه 100% اذا كانت المشكله محصوره وعارفين وينية تحديدا. استخدموا الديكونترال على حيالله مفصل عندكم اياه، واطلبوه عبر 79-100-225-678-9، ونحن بنوصلكم اياه اكيد من دون اي تكاليف اضافيه. رح نتابع مع فيديو بعرفنا عن الايز بينت، كيف صار فينا نلون نغير بالوان بيتنا او بحيلا ورشه انتم موجودين فيها. شوفوا السهوله وبنرجع بنعمل اكسبيرينس سوا على الهواء. Wasting another weekend working overtime on a painting project? The uneven coverage of that roller not cutting it? Tired of battling with a brush? Had your fill of spills, splatters, and running up and down ladders? Say so long to those obsolete rollers, brushes, and paint tray catastrophes. Because now you can paint like a pro. Now you can transform any ugly space into a designer showplace in just minutes. It's so easy. You just pull the trigger and paint. Imagine if you could paint this and this, or turn so-so into sensational. Anyone can paint, stain, or varnish just like a pro. It's a fact. The best professional painters all use power sprayers because spray painting guns get the job done in a fraction of the time with a superior finish. Now you can paint like a pro. It's the painting tool that has homeowners, renters, crafters, do-it-yourselfers, and weekend warriors painting like professionals for just pennies. 650-watt motor that delivers the power you need for the biggest projects. ايزي كولر مثل ما شفتوا سهله عمليه كتير لذيذ، واحد يستعملها سيدات رجال حتى الاولاد، لانها ما بتجوي، لانها سهله انكم تكونوا حاطينها، بتنضب بمحل ما بتاخذ كتير محل. والشغله كمان الاساسيه فيها انه بتقدر تعطيكم تشبيع للبويا واللون يلي عم تعملوه مثل ما شفتوا بالفيديو، ففيكم تغيروا الوجهه هيك مثل هدول الشبابيك كل يوم، فيكم تعملوهم لون، بتشبع البويا على الداخل وبتعطيكم هيدي النتيجه. فيكم تغيروا من البوت لتصيروا اكثر مثلا بنيشنينا اكثر مثل ما بيقولوا، يعني اكزاكت اكثر. فحتى اذا كان في عندكم الاباجور فيه ثغرات، او حتى عم تعملوا مثل الشبك بدكم تغيروا له لونه، اي شيء، لانه قوه الضغط تبعها والدقه يلي بتعطيكم اياها بثلاث وجهات قادره تعطيكم تلوين للحيطان، طرش وتغيير الوان بشكل كثير سهل. مكفوله وموجوده من خلال لابوتيك ب 99 دولار، بتوصل لعندكم اذا اتصلتوا فينا على 79-100-225-678-9. لاحقوا حالكم بالكميه احسن ما تقلقوا بالمشكله اللي قبل، انه بطل في عنا بضاعه، خذوها اليوم واحصلوا عليها عبر لابوتيك. فيديو بخبرنا اكثر عن الرينوفيتور كيفيه استخدامه، وبنرجع بنجربه سوا على الهواء. Quel outil pourrait faire les mêmes travaux que plus d'une douzaine d'outils traditionnels réunis? C'est le tout nouveau Rénovator.
Cet outil digne des professionnels de la rénovation deviendra vite votre allié indispensable, parce qu'il vient à bout de centaines de travaux, plus facilement, plus rapidement et plus précisément que les outils professionnels. Contrairement aux outils habituels aux lames rotatives ou en va-et-vient, le Rénovator est doté d'un système unique à oscillation, variable entre 8500 et 21 000 mouvements par minute. Ce système permet une précision de coupe sans nul autre pareil, tout en étant bien plus sûr que n'importe quel autre outil sur le marché. Le Rénovator est l'allié indispensable pour tous vos travaux dans la maison, de vos rénovations d'envergure aux menus réparations quotidiennes. Cet outil vient à bout de planche jusqu'à 5 cm de large. Regardez comme il tranche ce montant de porte avec précision et fait une encoche dans cette planche en quelques secondes. C'est l'outil idéal pour toutes vos coupes en plongée. La petite taille du Rénovator vous permet de l'utiliser dans les espaces exigus où beaucoup d'outils trop encombrants ne pourraient se glisser. Tranchez à ras les pointes qui dépassent dangereusement. Découpez tous vos tuyaux en métal ou en plastique. Vous pouvez même couper vos plinthes sans les retirer du mur, chose que vous ne tenteriez jamais avec un outil traditionnel, sous peine d'endommager le mur ou la plinthe. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, le Rénovator deviendra votre allié pour venir à bout de centaines de travaux de réparation ou de rénovation. C'est l'outil dont vous ne pourrez plus vous passer. مثل ما شفتوا بالفيديو هالقد الرينوفيتر قادر يعمل وهالقد الشفرات شو ما غيرتوا قادرين تستخدموه باستخدامات مختلفة. ضروري شدد انه الشفرات كلهم بيشتغلوا بشكل اوسيليشن ما بيبرموا، وانما بهزوا ويرصوا قالوا لي هيدي للمسامير انا بحب هيدي وبترجعوا بتغيروا الشفرات فيكم تركبوا الشفره لتبع الخشب فينا نحط شفره السيراميك البورسلان البلاط الكريميه وفينا نحولها ل ماره مثل ما بيقولوا حتى تنعمه وتشيلوا كل شيء طالع نتوءات من الخشب من الباركي من الجفصي مثل ما شفتوا بالفيديو. صح هيك بصير وقت يكون عندكم رينوفيتور مكفول من خلال شركة العارضة ومعه هدية هي ستيكي بادي إن كان مع الإيز بينت أو مع الرينوفيتور. بني حلقة اليوم مع وجود الألارم لوك من خلال البوتيك يلي كمان كتير حلو يكون واحد مأمن على أغراضه بواسطة هيك قفل إن كنا مقفلين فيه بس او ان كنا مستعملينه مع الالارم. فمثل ما بتلاحظوا بتقفلوه بدور الالارم بهالشكل بيعطيكم نوتس انه شغال وبصير يزمر في حال حدا جرب يفتح ويقفل، وبالتالي 15 ثانيه بضل يزمر ويصدر هيدا الصوت المزعج وبيقفل، وفي حال رجع حدا جرب كمان بيرجع بيصدر هيدا الصوت. مفاتيحه معمولين انهم ما فيهم ينصب عليهم، مش هيك؟ معه ثلاثة، مع كل قفل موجود ثلاثة مفاتيح، ست بطاريات خاصة بهيدا اللوك، والباكج مؤلف من اثنين موجودين من خلال لابوتيك ب 65 دولار لتقفلوا شو ما بيخطر على بالكم من سياراتكم، من بوابكم، من محلاتكم، من حيلا شيء انتم بحاجة انكم تحموا. اتصلوا فينا على 79-22-5678 وقتها عم نوصلكم كل اغراضكم يلي شاهدتوها اليوم من خلال البوتيك من دون اي تكاليف اضافيه. انا بودعكم، بشوفكم بكره، باي باي.